بتبدأ أحداث فيلمنا من 5000 سنة فاتوا في مدينة كان بيحكمها ملك شرير جدا وجشع بطريقة صعبة. لما حكم المدينة دي خلى كل الناس الأحرار بقوا عبيد عنده، وقلب المدينة كلها لموقع تنجيم، وكل الناس بقوا بيحفروا في الأرض غصب عنهم لأنه كان بيدور على مادة سحرية اسمها الإنترينيوم واللي بيدي قوة خارقة زي سوبرمان. الملك ده ما كانش مكفيه انه يحكم المدينة بتاعته، ده كان عايز يحكم ويتحكم في العالم كله من غير ما يكون عنده أي نقطة ضعف. في يوم واحد من العمال وهو بيحفر في الصخور بيلاقي صخرة الإترينيوم، ولما بيوديها للملك بيعمل منها تاج، وفي الوقت اللي كان الملك بيعمل فيه التاج بتاعه كان في طفل بيتمرد عليه لما بيشوف الحراس بيضربوا واحد عجوز، وبيخطف في الناس انهم لازم يوقفوا الملك الظالم ده وما يسيبوهوش يتحكم فيهم بالطريقة دي. والملك لما بيعرف بالولد ده وبيسمع انه بيحرض الناس ضده بيأمر حراسه انهم يقبضوا عليه ويقتلوه قدام الكل علشان يبقى عبرة ليهم، وفعلا الحراس بيجيبوا الولد، ولما كان السيف هيقطع رقبته بالسيف الولد بيختفي من قدامهم في غمضة عين، وبينتهي لمكان غريب متجمع فيه 6 من المعلمين الاسطوريين اللي بيسيطروا على القوى السحرية الخارقة واللي بتمثل قوى الاحجار الستة. وساعتها بيقولوا انهم انقذوه لانه اثبت انه برغم سنه وضعفه بالمقارنه بالملك الا انه عنده الشجاعه اللي تخليه يقف في وش الشر والظلم. وقتها بيقولوا له انهم هيدوا له قوه خارقه اول ما يقول كلمه شازام، قواهم هم السته هتنتقل له، وساعتها يبقى قوي جدا ويقدر يواجه الملك الشرير. وبعد ما بيقول الكلمه السحريه دي كل قوى المعلمين السته بتنتقل ليه ويبقى بطل خارق وقوي جدا، وبيروح على طول على قصر الملك اللي كان ساعتها بيلبس التاج وبيجرب قواه الجديده. وساعتها بيهجم على الملك وبقواه الخارقه بيدمره بقصره والمدينه كلها، وبيدفن مع التاج بتاعه تحت الارض. وفي وقتنا الحاضر في نفس المدينه اللي كانت اتطورت بشكل كبير كان في عصابه قويه جدا ومسيطره على المدينه في الخفاء، وكانوا بيقوموا باعمال عنف وترهيب ضد الناس طول الوقت، بس الحكومه مش بتعمل معاهم حاجه. وبنكتشف ان العصابه دي بتحاول انها تسيطر على المدينه على قد ما تقدر علشان يدوروا على التاج السحري بتاع الملك القديم، لانهم عارفين الاسطوره دي وعاوزين قوه خارقه تساعدهم في السيطره على العالم. وبعدها بنتعرف على ادريانا عالمه اثار، وكانت بتنقب عن الاثار في موقع في المدينه، وبرده كانت بتدور على نفس التاج. وفي يوم بتروح مع الفريق بتاعها الكهف اكتشفوه في الجبل، ولما بتدخله بتلاقي جوه صخور مكتوب عليها، وبتكتشف ان دي اجزاء من حيطان قصر الملك. ولما بتتعمق شويه في الكهف بتوصل فعلا وتلاقي التاج. وكان وقتها في واحد من الفريق بتاعها قتل واحد من الفريق، وبيطلع انه جاسوس للعصابه بتاعه المدينه، وبيبلغهم على طول انهم لقوا التاج. وفعلا العصابه بتوصل لها في ساعتها وبيضربوا نار على ادريانا ويهددوها علشان تسلمهم التاج، وفعلا بتديه لهم. بس لحظتها بتشوف كتابة على صخرة على الأرض، ولما بتقرأها بتقول كلمة شازام، ومرة واحدة بيظهر نور شديد وبيوصل آدم الأسود وبيقتل كل رجالة العصابة لما بدأوا يضربوا عليه نار، بس هو بقوة الرعد بيقتل الكل ومعهم الشخص اللي خانهم، والوحيدة اللي بتفضل هي أدريانا لأنها هي اللي صحته بعد السنين دي كلها. وبعدها بيخرج من الكهف ويكمل على باقي العصابة، وساعتها بيشوف الأسلحة اللي كانت معاهم واللي معمولة من مادة الأترينيوم نفس مادة التاج، وفي اللحظة دي بيتضرب عليه صاروخ، بس كل اللي بيعمله إن بيجرح آدم في جنبه. المشكلة إن الصاروخ ده كان برضه من مادة الأترينيوم واللي بنعرف إنها نقطة ضعف آدم وإنها السلاح الوحيد اللي ممكن يقتله، وساعتها بيغمى عليه بسبب إصابته، وأدريانا بتساعده وتاخده في العربية وترجع بيه على بيتها. بعدها لما ادم بيفوق بيقابل ابن ادريانا اللي بيحكي له انه كان محبوس لمده 5000 سنه وانه رجع تاني دلوقتي علشان ينقذ المدينه من سيطره العصابه الشريره دي عليها، بس رد ادم عليه كان ان دي كانت زمان مدينته، انما بعد كل التغيير اللي حصل وبعد السنين دي كلها هو ما بقاش مسؤول خلاص عن انه يغير فيها حاجه، ولا له دعوه بمين عاش ولا مين اللي بيحكم. وبعدها بيسيب البيت وبيخرج يطير في المدينه ويشوف التغيير اللي حصل على مر السنين. وساعتها بنتعرف على قائده منظمه سريه بتمنع ظهور الابطال الخارقين وكمان الاشرار الخارقين علشان يعملوا توازن من وجهه نظرهم، والناس اللي بيعيشوا في العالم يكونوا عاديين مش بيمثلوا خطر على بعض ولا على العالم. وكانت بتتكلم مع واحد من الابطال الخارقين اللي بيشتغلوا في المنظمه دي اسمه هوكمان اللي يعتبر عدو لادم، والقائده دي بتتفق معاه انهم لازم يقتلوا ادم قبل ما يرجع يستخدم قوته الخارقه بشكل كامل ويتسبب في دمار زي قبل كده، لان لو غضب وفقد اعصابه هتكون دي نهايه العالم ومستحيل حد يقدر يوقفه. وهوكمان بيوافقها على كده وبيجمع فريق فيه عدد من الابطال الخارقين اللي معاه في المنظمه وبيروحوا يقبضوا على ادم. في الوقت ده كان في كام واحد من العصابه راحوا على بيت ادريانا لانهم عارفين ان التاج لسه معاه بعد ما الفريق الاولاني ادم قتلهم في الكهف يومها، ووقتها لما بيجوا يهاجموها هي وابنها ادم بيظهر فجاه وبيهاجمهم، ولما بيجوا يضربوا عليه نار هو بيتحرك وبينتقل بسرعه البرق وبيوقف الرصاص اللي بيضربوا عليه كله وبياخد منهم 2 ويطير بيهم في السماء ويرميهم على الارض تاني. في اللحظه دي بيوصل هوكمان وفريقه وبيبداوا معركتهم مع ادم، بس برغم عددهم الكبير وقواهم المتنوعه الا انهم ما كانوش قادرين عليه ولا عارفين حتى يصيبوه. ولما بيفشلوا في المهمه دي وادم بيهرب ويختفي بيضطروا يروحوا يقابلوا ادريانا ويطلبوا منها تساعدهم في انهم يلاقوا ادم ويتمكنوا منه، بس هي بتسالهم وتقول لهم كنتوا فين وقت ما العصابه كانت هتقتلني انا وابني، انا ما شفتش حد منكم قبل كده ولا حد انقذ حياتي غير ادم. وبتستغرب انهم عاوزينها تساعدهم يقتلوه مع ان هو الوحيد اللي ساعدها،
بس هوكمان بيحاول يقنعها ان ادم شرير وانه خطر جدا، وبيقولها على الحكايه اللي حصلت من 5000 سنه وازاي دمر مدينه كامله. في الاخر ادريانا بتتفق معاهم انها توصلهم ليه ويتكلموا سوا من غير العنف ولا خناق، وفعلا بتاخدهم على الموقع الاثري، وهناك بيتقابلوا مع ادم ويتكلموا معاه علشان يتاكدوا انه مش خطر عليهم وعلى الناس. في الوقت ده كان في شخص في بيت ادريانا بيدور على التاج عاوز ياخده ويستخدم قوته بس مش بيلاقيه، فبيقرر انه يخطف ابن ادريانا علشان يضغط عليها ويخليها تسلمه التاج. بس ابن ادريانا بيتصل بيها وبيقولها انه اتخطف، بيقولها على الشخص اللي خطفه ده عاوزه، وساعتها ادريانا بتطلب المساعده من ادم وفريق هوكمان، وكلهم بيتحدوا على انهم يروحوا يدوروا على الولد وينقذوه. ولانهم ما يعرفوش مكان الخاطب بيوصلوا الاثنين من العصابه ويهددوهم بالقتل علشان يقولوا على مكانه، وفعلا بيعرفوا انه في مكان سري في الصحراء، وعلى طول الفريق كله بيتحرك على هناك، وبيتفاجئوا ان الخاطب في الاساس هو رئيس العصابه، وبيرفع المسدس على الولد وبيضغط على ادريانا علشان تسلمه التاج. ومن خوف ادريانا على ابنها بتسلمه التاج من غير تفكير، بس للاسف بيغدر بيها اول ما بياخد التاج وبيضرب رصاصه على الولد. ولما ادم بيشوف كده بيطير بسرعه البرق وبيعترض هو الرصاصه وينقذ الولد، وبينفجر من الغضب لدرجه ان المكان كله بينور من شده الطاقه وصواعق البرق اللي مالت المكان، والخاطب بيموت. ولما هوكمان بيشوف قوه ادم اقتناعه بيزيد انه خطر على المدينه وبيبقى عاوز يقضي عليه. ادم بيقول على السر الكبير ان من 5000 سنه الولد اللي وقف في وش الملك ده كان ابنه الوحيد، وفي اللحظه اللي كان هيتعدم فيها اختفى في لمح البصر، والملك اتجنن وامرهم يدوروا على الولد، بس لما ما عرفوش يلاقوه فضل يعذب في ادم ومراته لغايه ما ماتت قدام عينيه. ولما كان الجنود هيقتلوه هو بقى ابنه ظهر فجاه بقواه الجديده وقتلهم، مدى كل قواه دي لادم ورجع لطبيعته تاني. بس في الوقت ده جنود الملك هجموا عليهم تاني وقتلوا ابنه بسهم في قلبه، وده خلى ادم يفقد السيطره على قواه ويروح للملك الظالم يقتله هو وكل اللي في القصر بتاعه. بس المشكله انه ما كانش عارف ازاي يستخدم قوته دي ولا يسيطر عليها، فانتهى بيه الامر انه دمر المدينه كلها من غير قصد، والمعلمين السته اللي منحوا ابنه القوه دي حبسوه في الكهف ده لالاف السنين لانه استخدم قوته في الانتقام والدمار وما احسنش الاختيار. بس دي كانت حاجه غصب عنه مش بارادته، لما مشاعر الحزن والغضب والرغبه في الانتقام لموت ابنه اتحكمت فيه بالشكل ده. وبيكمل ادم لهوكمان ان لولا ان ادريانا قالت الاسم المكتوب على الصخور ما كانش هيفوق لدلوقتي وكان زمانه لسه محبوس، وبيقول له انه عاوز يستسلم ويتنازل عن قواه الخارقه دي علشان يضمن انه ما يبقاش خطر على الناس ولا انه يؤذي حد تاني. وقتها بيقول كلمه شازام فبيرجع لحالته الطبيعيه من غير قوه خارقه ولا حاجه، وبيطلب من هوكمان انه يساعده ما يقولش الكلمه دي تاني ابدا علشان الكل يكونوا في امان. وفعلا بعدها هوكمان بياخده على السجن اللي فيه الاشرار الخارقين وبيحطوا جهاز على بقه ويحبسوه في صندوق فيه ماده سائله ويقفلوا عليه. وبنرجع بقى لمفاجاه تاني اننا بنرجع للخاطف اللي كان مات اصلا من شويه وموجود في عالم الظلام دلوقتي، وبيتضح انه عمل كل ده من البدايه وخلى ادم يقتله علشان يوصل للنقطه دي، لان المفروض عشان يستحوذ على قوه التاج الخارقه لازم حد يقتله وهو ماسك التاج بايده. ففكر انه يستفز ادم انه يقتله بعد ما ياخد من ادريانا التاج علشان ينتقل لعالم الظلام والتاج معاه، وبعد كده يستحوذ على القوه اللي بيحلم بيها. وخطته مشيت زي ما خططها تمام بالظبط، وبيشوف ملك الظلام وشياطينه بياخدوا منه القوه اللي كان بيحلم بيها وبيتحول لكيان شرير اسمه السباك، وبيرجع بعدها للعالم الطبيعي وشكله بقى مرعب ومعاه قوه مهوله، وبيبدا في تدمير كل حاجه واولهم فريق الخارقين واللي كانوا كلهم هم متجمعين مش عارفين حتى يضربوه ضربه واحده. واحد منهم اسمه الدكتور فايد بيستخدم قوته الذهنيه وسر الخداع وينسخ نفسه لعدد كبير علشان يهاجم الوحش ده، بس بيفشل. وساعتها بيعرفوا ان الوحيد اللي هيقدر يتغلب عليه هو ادم، ففايد بيتواصل معاه ذهنيا ويقول له على الوضع وانهم محتاجين مساعدته وبيخليه يحرر نفسه. بس لما الحراس في المنظمه بيحاولوا يمنعوه بيضربهم كلهم، واول ما بيشيل الجهاز اللي على بقه ويقول كلمه شازام قواه الخارقه بترجع له تاني. وعلى ما بيروح ادم يواجه سباك اللي بقى وحش مدمر وكائن شرير بمعنى الكلمه، كانت المعركه شغاله بينهم والدكتور فايد بيموت، وهوكمان بيبذل كل قوته وطاقته علشان يعرف يتغلب عليه بس مش بيعرف وكان هو اللي هيموت، لولا ان ادم بيوصل في الوقت ده وينقذه. وساعتها بتقوم بينهم معركه جديده، ادم بيمسكه من راسه ويفضل يضربه بصواعق البرق، وبتفضل المعركه بينهم دايره لغايه ما ادم بيمسكه من راسه ويقسمها نصين، وعلشان يضمن انه مش هيرجع تاني للحياه ابدا بكل قوه البرق اللي جواه بيضرب جثه سباك ويدمره للابد. وبعدها بترجع الحياه لطبيعتها في المدينه بعد ما قضوا على الشر اللي فيها، وادم بيروح مقر فريق الخارقين، والقياده بتاعتهم وقتها بتحذره من انه يخرج من المدينه، وبتقول له انها تسيبه على حريته يعيش براحته في المدينه ويساعد الناس، بس اهم حاجه ما يخرجش من المدينه. وطبعا ادم مش بيعجبه الكلام وبيقول لها ان مفيش حد يقدر يمنعه من حاجه، بس هي بتقول انه لو خالفها عندها واحد من عالم تاني هو اللي يعرف يوقفه عند حده، فبيتعصب وبيضرب الشاشه يدمرها. وفجاه بيظهر وسط الدخان سوبرمان وبيقول له انهم لازم يقعدوا ويتفهموا. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.